أو ماذا يقال عند وفاة شخص آذى المسلمين؟ هل يعني لنا أن يعني نشهد له بأمر ما؟ لا، من آذى المسلمين فمات فهو شر قد زال عن الناس، فيحمد الله تعالى على ذلك. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سجدوا لله شكرا لما جاءهم خبروا جماعة من أهل الكفر والفسوق لما هلكوا، مثل ما جاء عن بعض الصحابة لما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب وما أشبه ذلك من أصحاب الضلال والفساد والشر العظيم المستطير، سجدوا لله شكرا. وليس ثمة ما يقال في ذلك من قول. أما ما يتعلق بالشهادة فهي جارية على القاعدة المذكورة أنه لا يشهد معينا بجنة ولا نار. اختلف العلماء في الشهادة للكافر بالنار، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يشهد لمعين إلا من جاءت الشهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. وفرق بين إجراء الأحكام الدنيوية وبين الجزم بأنه في النار أو في الجنة. نعم.